فرس الريهان بهذه البطولة أي منتخب ترشح غير العراق حتى ما غير العراق؟ أرشح البحرين وقطر. غير العراق وقطر من ترشح؟ الكويت. الكويت فارس الفارس الطاط يجي فريق بس هذا بالماضي نعم الآن أيضا الكويت ترشح. الكويت يجي فريق ضعيف. الكويت أو سلطنة عمان. سلطنة عمان مو طبعا ولا مرة شو اسمه وطلع صحيح ولا مرة رشح ولا مرة ولا مرة يرشح يطلع ولا مرة. مباراتنا مباراتنا مال ايران صارت ركله الزاويه قلت لهم هاي جول شالونا هيك من القاع غير امجد عطوان دعى امجد عطوان دعى خليه يدعينا حتى انت شلون ماخذ صوره بالزاويه مسوي هيك اي هذا مو حتى شنو يقول لك هذه البقعه مباركه اللي دعى بها والله وفقنا بذيك اللحظه كان عندي دعاء خاص اللي هو اختار منه اختار بطوله الخليج اختار منه اختارت من الكويت. الكويت انت قلت فرس الرهان انه ايه؟ راح يظهر بشكل مختلف ربما يصل للمباراه النهائيه للدور الثاني منتخب الكويت انت البطل. لا لا دقيقه البطل نهاية البطل العراق. العراق اتمنى منتخب بلدي العراق نهايه الخليج هو قال من عمان ومن الكويت انت قلت غير اقول لك اثنين واحد من عندهم صعد نهائي او يفوز بالبطوله قطر لو البحرين على حساب منتخبنا. شكرا جزيلا لضيوف الاعزاء شكرا موصول لكم مشاهدينا لك.